رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه وصفات افكار. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم اقتراح لوجبه عشاء، او كذلك نقدروا نديروها يعني اقتراح لوجبه في الفطور. يعني كاينين بعض الاسر اللي ما تيتعشاوش، بالنسبه لنا حنا ما كنتعشاوش، يعني كل هذه الاكله نقدروا نديروها في الفطور. وهذه الوصفه يعني سهله التحضير بمكونات بسيطه، نتمنى انها تنعجبكم. كنحتاجوا ليها بطاطا مقليه، علاش كنقطعوها على شكل مربعات، ما نسلقوهاش، غادي نقليوها بحال الفريت على الشكل هذا. هنا عندي جوج بطاطس او البطاطا متوسطين، عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع مكعبات بحال الشكل ديال البطاطس، عندنا هنايا واحد بصله كبيره او جوج متوسطين مقطعين، المهم مقطعينها شكل شرائح او لا مربعات صغيره على حسب، المهم قطعه صغيره. عندنا الفلفله هنا جوج صغار خضراء وحمراء، عندنا هنا جوج فصوص ديال الثوم، هنا الربيع، قزبر، المعدنوس، هنا واحد شويه ديال الحار على حسب اختيار الحار اولا الشطه بالنسبه للدول العربيه، معلقه الا ما بغيتيش ديري الهريسه بلاش. عندنا هنا الجبن او الموزاريلا مقطع على هذا الشكل هذا، اولا ديروا هكايا تفرتو. عندنا ربع الكاس ديال الزيت روميه. بالنسبه للتوابل عندنا هنا الفلفل الحلو او التحميره، البزار، سكنجبير، شويه شويه من الحاجه والملحه، معلقه صغيره من كل حاجه. نبداو على بركه الله، غادي نطيبوا البصل، نسبقوا هو الاول، ناخذ واحد المخلاه تنديروا الزيت، تنديروا هاد مكعبات ديال الدجاج باش تقلاو هنولي باش تحمروا. ودابا غادي نديروا البصله والفلفله والثومه، نخلطوهم ديروا الربيع والهريسة، تنديروا التوابل، تنديروا التحميرة بحال معلقة صغيرة، سكنجبير، ملحة، تنخلطو المكونات كاملة. تنخليو حتى كيطيب، طيب البصلة، نغطيو عليها ونطلقو من بعد. العافية ما تكونش مجهدة، تكون متوسطة باش الفلفل طيب وتذوب مع البصلة. اخواتي كما تشوفوا دابا ما بقاتش معلق بزاف الزفيرة طاب، نطفو عليه. من بعد تناخدو البطاطا تنخلطوها مع باقي المكونات هادو، هي راه طايبه. بعد ما خلطنا تناخذ واحد المول ديال الفران، تنلوحو فيه الشيء كامل، من بعد ناخذ موزاريلا، تقدروا ديروها مفرته، حطوها في الشكل هذا،
ودابا تندخلوها الفران، يعني غادي غنسخنو، مش غادي يطيب، غادي يسخن باش تذوب هاد يذوب هاد الفرماج فوق منها، ونطلقوه من بعد نشوفو الشكل النهائي ديالو. اخواتي الطبق ديالنا ها هو منين طاب كيجي على الشكل هذا، الفرماج تيذوب اولا جبن موزاريلا راه تيذوب على الشكل هذا، ما نشعلوش يعني من الفوق باش ما يتحرقش، يعني غير الا شعلتو تحت راه غادي يذوب ليكم وغادي يزيد يتحمر كما كتشوفوا. ما تنساوش اخواتي ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه، تشتركي فيها وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. نوريكم الشكل النهائي ديالو، نوريكم الشكل ديالو كي كيجي، راه تيجي معلك وزوين نتوما، تيكون فيه غير الزيت نتوما. جي زوين بزاف، نتمنى اخواتي انها تعجبكم. مع السلامة مع وصفة جديدة ان شاء الله، وصفة سريعة التحضير، مكونات بسيطة.